بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالي اليوم بعنوان زيارة لمزرعة أرانب مع صاحب مكتب وسمسار لتصفيتها. واو، المزرعة دي كانت في قرية نواحي العمرية، مكانها مؤمن بأمن خاص لأن داخلها فيلا وحظائر مواشي، وحظائر المواشي دي يعلوها العنبر بتاع الأرانب، وكان جاري إنشاء عنبر تاني ملحق له على أساس إن أصحاب المزرعة عاوزين يتوسعوا في مجال الأرانب. وأصحاب المزرعة دول كانوا بيشتغلوا في القاهرة، طبعا هما اتنين اخوات يعني، وكانوا معجبين جدا بالمشروع ده ولكنهم لا يعلموا عنه شيء، وكان اعتمادهم بالنسبة لمزرعة الأرانب دي على مشرف ومعاه واحدة بتساعده اللي هي زوجة أحد العاملين لمرعاة المواشي، هي بتساعده في مجال الأرانب من ناحية التنظيف ووضع العلف وكده يعني. السبب بتاع التصفية إن المشرف ده ساب المزرعة وامتنع عن الشغل، ما كملش العمل عندهم، وعلى حد قولهم إنه كان بيطلب دايما منهم فلوس يشتري العلف وبيجيبه، رغم إنه بيعمل مبيعات من الأرانب وما بيوردش منها شيء له. طيب أنا إيه السبب اللي خلاني أروح المشوار ده معاهم؟ أنا كان هناك ميعاد ليا مع صاحب المكتب عشان يجي معايا لمزرعتي في الهوارية، وهيشتري سلالة من عندي، ولكن المكان اللي كنت محددهولي قابلني فيه اللي هو في محطة مصر عند المكتب البيطري، فوجئت ان مع سمسار، وقال لي معلش هنوصل بس مشوار كده لو تيجي معانا الاول وبعدين نيجي على مزرعتك. قلت له ماشي ما فيش معنى. فروحت طبعا معاهم، وفوجئت بقى بالمزرعة دي بعد ما دخلناها، انه بيطلب مني اني اقدر له قيمة الامهات ديت، ياخدها بكام والأقفاص بكام. طبعا أنا يعني فوجئت بسؤاله، وأنا ماليش في السكة دي إن أنا أشتري حاجة بتصفي وكلام زي كده، أنا عاوز أشتري من مكتب حاجات مستعملة وخلاص، لكن ما بدخلش في المواضيع دي. فطبعا فوجئت، قلت له انت شوف انت اسعارك ايه ومقيمها ازاي وبتاع. فلقيته بيقيم الامهات بسعر يعني منتهى الظلم، وبيقيم الاقفاص بنفس الطريقة، يعني اسعار يعني صعب عليا الموقف، لكن هنعمل ايه، انا ما فيش بايدي حاجة. طبعا ما كنتش مقتنع، ولا أصحاب المشروع كانوا مقتنعين بالأسعار دي، ولكن وافقوا على الأسعار ديت كحل للموقف. وفي نظري طبعا بيرجع الكلام ده لعدم درايتهم بدراسة المشروع من البداية، قبل ما يجيبوا بطاريات ومن قبل ما يجيبوا أرانب. الخلاصة إيه بالنسبة للزيارة دي؟ الخلاصة إن كل راغب في شغلة الأرانب دي عليه إنه يتعلم ويعرف أصول تربية الأرانب، وينقل اللي يعرفه ده عن تربية الأرانب للعامل اللي هيشتغل معاه، مش العامل بس، ينقلها لأقرب الأقربين له اللي عايشين معاه في نفس المكان أو في نفس المزرعة.
سواء كان ابنه أو بنته أو أخوه، الأقرب الأقربين. ليه؟ عشان لا قدر الله لو حصل في يوم من الأيام دروب زي اللي حصل ده، إن يجي المشرف يسيبهم ويمشي، دي أرواح وعايزة اللي يتابعها، واللي عايز يتابعها لازم يكون عنده خلفية. لكن لما يجي المشرف يسيبك وتمشي وانت ما تعرفش حاجة، والست اللي هي بتقدم أكل وشرب ما تعرفش حاجة، يبقى دي هتعيش ازاي الأرانب ديت، وهتكمل الدورة بتاعتها ازاي معاك؟ ده اللي أنا يعني حبيت أقوله، استخلصه من الزيارة دي. هننتقل للشق الثاني اللي هو ردود على تعليقات، على استفسارات تعليقات لبعض المربين. ففي واحد هنا بيقول: السلام عليكم، هل يفيد حقن اللقاح البكتيري أو الفيروسي إذا أصاب أحدهم مزرعة الأرانب بالفعل لمحاولة إيقاف النافق؟ وشكرا. طبعا ده في منتهى الخطورة، إنك تكتشف إن في التهاب عدوى فيروسية أو بكتيرية وتطعم في نفس الوقت عشان تحميهم. ده أنت كده بتخلي المرض يتفشى. حصل لا قدر الله حاجة زي كده، ما تطعمش. طب سيدي ادي مضاد حيوي 3 أيام وطهر بعد كده باليود، يعني وانت بتدي المضاد الحيوي تطهر الأماكن دي باليود. بعد حوالي 15 يوم ولا حاجة زي كده عاوز تطعم تبطل. ده السؤال ده، رد على السؤال ده. سؤال تاني بيقول: أول مرة أربي أرانب، عايزة أعرف كل حاجة عن تربيتهم وأكلهم وتطعيمهم إمتى وأمراضهم إيه وعلاجهم. طبعا اللي حضرتك بتطلبيه ده، دي معلومات موجودة في كتاب، مش هينفع أرد عليها في مجرد سؤال. فممكن إذا مش بتقدر تجيب الكتاب متخصص في تربية الأرانب، ممكن تطلع على الفيديوهات اللي أنا منزلها دي، يعني أكتر من 150 فيديو، تطلع عليهم واحدة واحدة كده. كل فيديو هتقري فيه هتلاقي فيه معلومة أو معلومات مضافة جديدة. سؤال تاني بيقول: عاوز أعرف الناس اللي بتطلع الفطام 700 جرام و800 جرام، دول بيطلعوه إزاي؟ أنا بعمل كل حاجة ومفيش فايدة. والله دي أرزاق، دي نمرة واحد. أما نمرة اتنين، مش كل واحد بيرعى زي التاني، يرعى نتاجه زي التاني. في واحد مهتم جدا ودارس وقاري وعارف وبينفذ وبيدي مجهود وبأمانة، وفي واحد ما عندوش خلفية خالص، سايبهم في طيارات هوا، سايبهم أرنب يجيله إسهال، سايبه يلوش الباقيين. يعني في اختلاف، والاختلاف ده لازم يأثر في عمر النتاج والكلام ده. بالإضافة لأن في غلطة ما بياخدوش بالهم منها المربيين، إنه بيجي يلقح الأرنب على عمر 4 أشهر. 4 أشهر يفرق عن عمر 15، لأن 4 أشهر الحجم بتاع الأم هيطلع نتاج يتناسب حجمه مع حجم الأم، يعني نتاج صغير ضعيف. إذا لما يجي يتغذى مش هيجيب الغذاء بتاع أرنب كان عنده 5 شهور وطلع نتاج أكبر منه. سؤال تاني بيقول: معظم صغار الأرانب بتموت والأمهات منذ فترة لا تلد، مع إن حالة الذكر جيدة، إيه التحصينات والأدوية اللي ممكن استخدامها وسبب الحالة؟ سبب الحالة قلة المعرفة. لازم تعرف كل حاجة عن الأرانب عشان ما تموتش، لأن الأرنب هيموت من إيه؟ يا إما هيموت من البرد، يا إما هيموت من حد مسك الأرانب دي بإيده المجرد، يا إما في بند اللي هو بتاع من ضمن يعني الآثار الوراثية المميتة دي، من ضمنهم ظاهرة ممكن الأرنب يموت من أول يوم أو أسبوع أو شهر، لكن هيموت هيموت. فدي يعني من قلة المعرفة. هنكتفي بالموضوع ده، وإذا أعجبكم الفيديو تعمل اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.